اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شو مي مور، البرنامج اللي رح يخبركم بكل شيء جديد بعالم الانترتينمنت وعلى قنوات شو تايم. هلا صرنا بالاسبوع الثاني من 2009 وانا معكم والزمن كثير طويل. شوموفيز. هلا مين اقوى من سوبرمان واقصر من سبايدر مان واكبر من جده لباتمان؟ هو رامبو، رجل واحد بقوة 1000 جندي. مصيبة هذا الرامبو، تخيلوا لو قابلت رامبو بشارع شي يوم. عنده حل واحد، جواب واحد لكل مشكلة. مساء الخير رامبو. شو رأيك بالأزمة المالية العالمية؟ أوكي 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 فهمنا. بعد غياب طويل برجع سيلفستر ستالون بأشهر أدواره برامبو 4، فيلم الخميس على شو موفيز 1. You know what you are, what you're made of. War's in your blood. Don't fight it. You didn't kill for your country. You killed for yourself. When you're pushed, killing's as easy as breathing. Show movies. It's huge, it's massive, it's the $3 billion movie weekend. ابتداء من هذا الأسبوع حتى نهاية الشهر، شو موفيز بتقدم لكم أشهر أفلام 2008 واللي حققت أكبر نسبة نجاح تجاري. 12 فيلم تجاوزت إيراداتها 3 مليارات دولار، مش 3 ملايين، 3 مليارات دولار، يعني تقريبا ميزانية دولة بشهر واحد. إذا كنتوا بتحبوا فرقة آبا وبتحنوا لأيام ما كانت الناس تلبس بنطلون الشارلستون اللي شكله زي الخيمة وبيطلع لفوق السرة، أبداً مش لازم تفوتوا فيلم ماما ميا. ميرل ستريب هي نجمة هذا الفيلم المقتبس عن مسرحية موسيقية للرباعي السويدي الشهير. الفيلم حقق نجاح كبير بكل أنحاء العالم وكسر أرقام قياسية جديدة لما صار أكبر دي في دي مبيعاً بتاريخ المملكة المتحدة. صراحة أنا ما كنتش عارف إنه ميرل ستريب بتغرد، بس بصراحة صوتها مش بطال. تعرفوا إنها قبل ما تفوز بتو أوسكارز وتترشح ل 12 جائزة أوسكار غيرهم، كانت تشتغل ويترس بفندق بنيو جيرسي. Always knew how to make an entrance. Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 million. What can a slum dog possibly know? ليلة الجولدن جلوب بال66 كانت ليلة ما بتنتسى لفيلم سلم دوغ مليونير وللممثلة الرائعة كيت وينزلت. ربح الممثل الأيرلندي كولين فارل جائزة أفضل ممثل لدوره بفيلم إن بروج واللي عرضناه مؤخرا على شو سينما، وترقبوه قريبا على شو موفيز. It's 8 o'clock in the morning. Are you eating those Mexican cheese curls? Hey, don't knock my subordinate Soledad. I found a prize in here the other day. I hope. ومسلسل شو سيريز 30 روك اتألق وفاز بثلاث جوائز جولدن جلوب. تينا في تكتب وبتنتج وبتمثل بالمسلسل اللي أخذ جوائز التالية: أفضل كوميدي وأفضل ممثلة وأفضل ممثل اللي راح من نصيب أليك بولدوين. المخرج داني بويل كان راح يطير من الفرحة ليلة الأحد بعد ما ربح جائزة أفضل مخرج لسلام دوغ مليونير واللي كمان ربح جائزة أفضل فيلم. الفيلم بيحكي عن قصة رجل من أفقر أحياء بومبي بتغير حياته كلياً بعد ما يفوز بفلوس كتيرة بمسابقة تلفزيونية. الفيلم فاز كمان بجوائز أفضل سيناريو وأفضل موسيقى لفيلم. We went on the show because I thought she'd be watching.
She's my destiny. كيت وينزلت فازت مرتين ببيفرلي هيلز بكاليفورنيا. فازت بأفضل ممثلة بدور ثانوي أو مساند بفيلم The Reader وأفضل ممثلة بفيلم Revolutionary Road. We can be happy here. واحدة من الاحتفاءات أو الستاندينج أوفيشنز الكبيرة كانت للممثل ميكي رورك لفوزه بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي لدوره في فيلم بيشبه حياته الشخصية واسم الفيلم The Wrestler. You hang in there, you got a lot of abilities. الشاشة. مواعيد جديدة على الشاشة هذا الأسبوع المتابعي ويبقى الحب المسلسل التركي المدبلج. بحب أذكركم أنه عم يتبث يوميا الساعة 6 وبنعاد الساعة 10 بالليل وكمان مرة على 2 نص الليل للي بحب يسهر طبعا. شو كوميدي. أليندا جنرس بوقتنا الحالي عندها توك شو كتير 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 مشهور وقبلها كان عندها سيت كوم برضو كان كتير ناجح. بس بتعرف كيف بلشت حياتها الفنية؟ ستاند أب كوميدي. مع أنه قبل الستاند اب كوميدي كانت تبيع مكارس كهربائية. يعني في فرصة لكل حدا حتى الكوريين منا. The turbulence I think scares everybody, but the turbulence is a fear that we create. We put that in ourselves because we always imagine it to be more than it is. You know, but if you look at it like you go to an amusement park, you pay for that fear. You know, you pay for that scariness. So do what I do. As soon as you start to feel the turbulence, you just go, ah! Show sports. بعد أكم من ثانية رح أجيكم تقرير عن الدوري الإنجليزي الممتاز ومستجداتها. غريبة هالكلمة مظبوط؟ واليو أف سي وأهم الأخبار الرياضية ومستجداتها. وللعلم أنا لابس قميص مستجد عن جد. شاهدتم في الأسبوع الماضي عدة مواجهات كانت أبرزها لقاء ليفربول والذي تعطل بالتعادل السلبي مع فريق ستوك سيتي، بينما فريق مانشستر يونايتد تألق وتعملق على ضيفه فريق تشيلسي بثلاثية نظيفة ليقفز إلى المرتبة الثالثة، بينما تشاهدون في الأسبوع القادم عدة مواجهات أبرزها لقاء بولتون مع مانشستر يونايتد ولقاء آخر يجمع فريق تشيلسي وستوك سيتي، واللقاء الأهم في يوم الاثنين والذي يجمع ليفربول المتصدر أمام إيفرتون. مشاهدة ممتعة على قنوات شو سبورت. شو أون ديماند. لسعادين الحظ منكم اللي عندهم شو أون ديماند، لا تنسوا إنه دائما في أفلام مسجلة على البلاي ليست تقدر تشوفوها أسبوع كامل قبل ما تطلع على The Movie Channel. بس اكبسوا الزر الأحمر على الريموت وراح تشوفوا البلاي ليست. هذا الأسبوع فيكم تحضروا فيلم الرعب هالوين أي وقت بدكم إياه، وكمان عندنا كل حلقات مسلسل لايف بطولة ديمين لويس. After the trial, I had to get counseling just so I could sleep. There was all that proof. He was in that prison hospital. Oh. I heard they cut him real bad too. Over 100 stitches. 241 stitches. After the case was reopened, we found that none of the physical evidence on scene matched Officer Cruz. I wasn't the only one. We all thought he was guilty. And how did you feel when you found out he was being exonerated? That he was innocent? Life was his sentence, and life is what he got back. عندي لكم خبر عاجل. لقينا بطل خارق جديد، وأحلى شيء بالموضوع إنه مش من هوليوود ولا بوليوود، هو من هنا من عنا. انسوا رامبو لأنه كتير أقوى وأوحش وأحلى. شوفوا معي. رجل واحد، مهمة خطيرة، ومسدس مائي ينتظر، يلاحق ويقاتل أعداء غير مرئيين، يقاتل لوحده بلا سبب. هو وامبو قريبا في حديقتكم. كنت مع شو مي مور وآخر الأخبار من أكبر وأشهر المسلسلات والأفلام والبرامج على وجه الأرض، والمكان الوحيد اللي بيحكوا فيه الكوريين عربي. شو مي مور next week same time same place. سلام.